احنا عايزين بقى نتكلم عن العلاج، يعني ليه بالظبط؟ يعني احنا مثلا يعني لو اتكلمنا البشره، انا عايزه البشره الجفاف. او زي ما قلت لحضرتك المشاكل حوالين البق، الايدين، الكعوب، الحاجات دي تمام، تلاقي البشره، حتى الواحد يبقى يقول انا حاسه ان وشي مشدود بيحرقني، او بيلسعني. بيحرقني. تمام. طيب، اتفضل. هو عموما طبعا احنا لازم نحافظ على نضارة بشرتنا في الشتاء، بان احنا بنشرب نفس كمية المية اللي احنا بنشربها في الصيف. تمام. مفيش حاجة اسمها اصل انا مش عطشان فمش هشرب مية، يعني نفس الكمية، جسمك محتاج نفس الكمية اللي بتحتاجها في الصيف، من تمام 2 ل 3 لتر مية في اليوم، تمام عشان الكلى بتاعتك تشتغل، عشان الدم بتاعك يبقى فيه سيولة كافية، عشان جلدك يبقى فيه نضارة وفيه فيه رطوبة كويسة. تمام ده ضروري، ده اول حاجة. تمام تاني حاجة ان احنا زي ما قلنا ما نستخدمش المية السخنة في الغسيل، في غسيل الوش او الحمى، تمام عشان ما نضيعش الطبقة الدهنية البسيطة اللي موجودة في جلدنا، فنسبب اكزيما ونسبب مشاكل. تمام ثالث حاجة بقى لازم استخدام المرطب المناسب لنوع البشرة، يعني اللي اه بشرته دهنية غير اللي بشرته جافة غير اللي بشرته عادية، مم. الدكتور هيكتب لك المرطب المناسب. استخدام واقي الشمس ده صيف وشتاء عشان نحافظ على بشرتنا. تمام تمام. طيب، البيجمنتيشن او التصبغات اللي بتحصل زي ما حضرتك بتقولي نتيجة الجفاف حوالين الفم، يبدأ يبقى فيه غمقان. في ناس بتبقى نتيجة ان هي زي ما حضرتك قلتي كده جفاف وبعدين هرش، فالهرش التهاب حصل سمار. في تمام ناس لا، بيبقى نتيجة انه معجون السنان نفسه بيطلع بره فبيعمل اسمرار، لان الناس تمام يعني في ناس بيبقى عندها حساسية من الفلورايد اللي موجود في معجون السنان، فيستحب الناس دي ما تستخدمش معجون سنان فيه فلورايد. في الحاجات اللي هي بقى اللي فيها المنتجات السواك، هتلاقي في منتجات في السوق فيها سواك بس ما فيهاش فلورايد، دي تبقى دي امنه على تبقى الناس امان دي. بالظبط. او يحاول ما يطلعش المعجون بره بقه. تمام الحاجه الثانيه الليب ليكرز، الناس اللي على طول بتعمل كده هتحس بجفاف شفايفها وتبتدي تطلع تبدأ لسانها عشان ترطبه. السلايفا او الافرازات اللعابيه نفسها هاضمه، فيها مواد هاضمه، فدي لما تطلع بره، لو طلعت بره بتعمل غمقان حمضية فبت بالظبط كده، فهي اصلا ماده هاضمه. تمام. انت حضرتك لو حطيت جزء كده من فرخه او لحمه كده في بقك وسبتها من غير ما تمضغها وشفتها، حدوم. هتلاقي شكلها اتغير عن شكلها قبل ما ما تحطها، لان في مواد، في عصاره هاضمه جوه العين. فبالكوا بقى البشرة بالظبط والشفايف كده. والحاجات دي. فطبعا في ناس بتبقى لا اراديا عندها القصه دي، نفضل ان احنا دايما نحط زي فازلين حوالين الشفايف، ودايما نرطب الشفايف، نحط لها يعني مرطب او نحط مثلا ليب بالم كويس عشان نحافظ على رطوبه الشفايف، ما تضطرش تعمل الحركه دي. ودايما ننبهه، انت طلعت لسانك على فكره، بتبقى هبل، مش يعني هو مش بياخد باله. وفي حاجات بقى الناس اللي بتمضغ لبان، في مثلا قرفه او كده، السينابن، الماده اللي هي اللي في القرفه دي بتعمل لبعض الناس التهابات برضه. فكل دي اسباب، تمام او نتجنب الاسباب ثم ممكن بقى كلمات تفتيح خفيفه كده نستخدمها، تبقى فيها مرطب وفي نفس الوقت تفتيح خفيف. وتعالج. بالظبط كده. طيب بالنسبة للشعر. للشعر اولا طبعا لازم يبقى فيه تدليك او مساج لفروه الراس كده يوميا قبل ما ننام، تمام عشان نزود الدوره الدمويه في الشعر. حلو. ثانيا، لو في مشكله اساسا يعني الشعر، يعني مثلا عندنا تساقط تفاعلي، تساقط تراثي، اي حاجه من دي، لازم تاخد علاج، واكيد تحافظ على العلاج بتاعك. طيب، لو احنا ما عندناش مشكله بس التساقط الطبيعي اللي هو مثلا من 50 ل 100 شعرايه بس، حسينا ان هم زادوا سنه، زادوا هي زي ما قلت لحضرتك التدليك، وناكل كويس. اوكي. وممكن نستخدم مثلا امبولات كده خفيفه للشعر فصل الشتاء عشان تحسن برضو الدوره بس طبعا الدمويه. ما تكونش زيتية. لا طبعا ما نفضلش الحاجات الزيتيه عشان ما تزودش الاكزيما الدهنيه. بالظبط.